الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانه سبحانه، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول بلا ابتداء لأنه خلق الزمان فلا بداية له، وآخر بلا انتهاء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يلحقه خفاء ولا فناء، ولا يتصور في حقه تغير ولا حركة ولا سكون. سبحانه سبحانه، هو الذي خلق الحركة والسكون، وخلق التغير، وخلق كل شيء. إذا تغير كان مقهورا، وكان هناك من يغيره وهو القاهر، لا يقهره شيء ولا يعظم عليه شيء، ولا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، قريب في بعده بعيد في قربه، إذ لا مسافات بالنسبة له، ولا حجب ولا شيء. أنت المحجوب وهو الظاهر، ليس فوقه شيء، حجبك لتظهر، لأنه لو ظهر لقهرك فاختفيت وصرت عدما. فالمحجوب أنت وهو الظاهر، ولولا ظهوره ما ظهرت، وهو أقرب إليك منك، فهو الباطن الذي من شدة قربه لا يدرك. سبحانه سبحانه، بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، أول المسلمين على الإطلاق من حيث الوجود ومن حيث الروحانية، فهي أول روح خلقها الله، ومن هذه الروح جعلها رحمة لسائر العوالم فأظهر به سائر العوالم، فهو من حيث الروحانية هو الأول، ومن حيث ظهور الرسالة هو خاتم النبيين والمرسلين، فاجتمع فيه الأولية والآخرية، الأولية من حيث الروحانية، والآخرية من حيث الرسالة والظهور في عالم الملك، وهو الباطن حيث أنه هو روح الأرواح وسر بقائه، بطن بأحمديته وظهر بمحمديته، فهو رسول الله وهو نبي الأنبياء، النبي الذي انبثقت منه سائر النبوات، فهو الذي بنى بيت النبوة، يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبن في زاوية من زواياه، فصار الناس يطوفون بهذا البيت ويقولون ما أجمله وما أكمله، ولمن هذا البيت؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أي اللبنة المكتوب عليها الذي بنى البيت، صاحب البيت، فهو صاحب بيت النبوة. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وسائر آل البيت الكرام إلى يوم الدين،
وصحابة النبي الأجمعين وتابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بالأمس كان يوم عاشوراء، العاشر من محرم، وله ذكريات مفرحة وذكريات حزينة. هكذا الدنيا، خوف ورجاء، عطاء ومنع، قبض وبسط، بلاء وعافية. فاجتمع فيه البلاء واجتمع فيه العافية، لأنه هو نموذج لهذه الدنيا، وكل لحظة من الزمن فهي نموذج من هذه الدنيا. أقوام يفرحون وأقوام يحزنون، أقوام يموتون وأقوام يولدون، أقوام يرفعون وأقوام يخفضون، وهكذا هي الدنيا، جعلها الله سبحانه وتعالى دار بلاء وابتلاء واختبار، فهو يختبر بالخير ويختبر بالشر سبحانه وتعالى، يختبرك بالعطاء كما أنه يختبرك بالمنع. كيف تعمل عند العطاء، وكيف تشكر، وكيف تعبد، وكيف تعرض، وكيف تنشغل، وكيف تغفل، وكذلك يبتلي بالمنع. كيف حالك عند المنع، حالك مع الناس ومع الله ومع النفس. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، فلا تعرفه ربا جميلا معطيا فقط، بل هو رب جليل يقهر ويمنع ويعاقب ويزل ويخفض، كما أنه يرفع ويعطي ويبسط، وهذا هو الكمال. فهو رب جميل جليل يتعرف عليك بجلاله حال الابتلاء، ويتعرف عليك بجماله حال النعمة. فلما كان عاشوراء يوم من أيام الله، كان فيه نعم وكان فيه ابتلاء، ومن نعمه أنه نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا نوح من الغرق بالسفينة، وأنه أيضا نجى فيه سيدنا يونس من بطن الحوت، وأنه أيضا نجى فيه سيدنا إبراهيم من نيران النمرود، وأنه نجى فيه سيدنا موسى بن عمران من فرعون وطغيانه فأغرق فرعون ونجى سيدنا موسى. بعد طول بلاء، فالأنبياء لا ينصرون إلا بعد طول اختبار من العناء والبلاء والجهد الجهيد، وهم أفضل خلق الله. حتى إذا ابتلاك الله لا تظن أنه يكرهك، فقد ابتلى من أحبهم. فالبلاء ليس معناه أن الله يكرهك، والمنع إذا منعك ليس معناه أنه يكرهك، بل قد يمنعك ليفطمك من الدنيا حتى لا تدخل في قلبك، كما تفطم أنت المريض عما يشتهي من الطعام مخافة أن يزداد مرضه. فالله يفعل بك الخير حيثما كان، سواء منعك أو أعطاك، لأنه لطيف بعباده، والله لطيف بعباده مطلقا، عباده مطلقا. ومن شدة لطفه أنك لا تدرك حكمته في عطائه ومنعه سبحانه وتعالى، ولكن تسليم الإيمان يجعلك تتلقى قدر الله بنفس راضية مستسلمة منقادة، لأنك تخرج من علمك إلى علمه، ومن إدراكك إلى إدراكه، ومن سعة عفوه إلى ضيق تسرعك وجهلك. وكان من في هذا اليوم أيضا استشهاد أبي الحسين، سيدنا أبي عبد الله، سيدنا الحسين ابن علي بن أبي طالب، بأيدي من؟ يا ليته كان بأيدي الكفار لكان الأمر هينا، ولكن بأيدي أتباع جده صلى الله عليه وآله وسلم. وخروج سيدنا الحسين لم يفهمه كثير من الناس،
حتى النواصب والوهابية لا يفهمون ذلك، ويعتقدون أن خروجه خروج عن الحاكم، وأنه قتل بسيف جده كما قال ابن تيمية في كتبه بغير حياء. ويتبنى هذا الفكر الوهابية والسلفية في هذا العصر، ولكنهم لم يفهموا خروجه ولا سبب خروجه. هم كانوا معصومون من النظر إلى الدنيا، هؤلاء أئمة جعلهم الله أئمة، ففطمه الله من الدنيا. بل كان سبب خروجه أنه يعلم أن يزيد لن يتركه إلا أن يبايعه ويقر له بالخلافة، وهو غير صالح للخلافة، فقال في نفسه: أنا لا أبايعه ولا أخرج عليه، يتركني أعبد ربي مدة عمري. هذا هو كان مراده. فلما علم أنه لابد أن يأخذ منه البيعة، فخاف أن ينتهك حرمة المدينة، فخرج من المدينة وذهب إلى مكة وطاف بها، وخرج معه أنصاره. ثم عزم أن يخرج من مكة إلى الكوفة، حيث أنه جاءه توقيعات كثيرة من مناصرين له بالألاف، ونصرته لا لكونه ليكون خليفة مناهضا للخليفة، فهو لم يكن خليفة، يزيد كان ملك أصلا، انقضت الخلافة بعد 30 عاما من وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالصراع كان على ملك، وهم لا يصارعون على ملك. ولذا سيدنا الحسن أخوه عندما بويع بالخلافة لتكملة 30 عاما ب6 أشهر، بعد 6 أشهر علم أنه سوف ينقلب المسألة إلى ملك عضوض، وهذا قدر الله في الأمة، والقدر لا ينازع، فتنازل عن الخلافة لمعاوية حتى لا يكون ملكا عضوضا، حتى أن من معه كانوا لا يفهمون ذلك، ويقولون أنه قد جلب لهم العار بهذا التنازل، ويقول لهم أن النار ولا العار، يعني حتى لو فعلت شيئا لا تفهمونه وتلومونني من أجله، فهذا حتى لا أدخل النار بالملك العضوض. فهم يرضون بقدر الله، ويعلمون قدر الله، ويعرفون كيف يتكيفون مع قدر الله محافظين على دينهم. فالنبي قال: الخلافة الراشدة من بعد 30 عاما ثم ملكا عضوضا. هذا كلام النبي يخبر عن قدر الله، وقدر الله لا يتغير. فلما مات سيدنا علي شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، كان مر من وفاة النبي 29 عاما و6 أشهر، بقي على الخلافة الراشدة 6 أشهر. بويع سيدنا الحسن من أهل اليمن وأهل الحجاز ومن أهل العراق ومن سائر البلاد إلا أهل الشام، وصار خليفة لمدة 6 أشهر. بعد 6 أشهر تنازل عنها إلى معاوية، حتى لا يكون ملك ظالم. لماذا؟ لأن الناس تغيرت أحوالهم، ودخل في الإسلام من لا يريد الإسلام، يريد المناصب والمال. فلما دخل في الناس خليط من الناس، واختلط الأمر على الناس، لا يصلح أن يحكمهم واحد مثل سيدنا الحسن، كيفما تكون يولى عليكم. فلما اختلط الأمر على الناس، لابد أن يأتي مخلط حتى يستطيع أن يقود الناس. وقيادة الناس عند التخليط تحتاج إلى نوع من الاستبداد، فتحتاج إلى ملك ولا تحتاج إلى شورى. ولذا لتغير الناس، الخلافة انقضت لتغير الناس، فالعيب في الناس وليس العيب في قدر الله، كيفما تكون يولى عليكم. تغير الناس ونظروا للذهب والفضة والمال والقصور والمناصب، ومات الصحابة الذين ينشرون الإسلام لوجه الله لا يبتغون أجرا، مات هؤلاء، ولم يبق إلا أهل دنيا وقليل من أهل الصلاح، فلابد أن يحكمهم نوع آخر غير الخلفاء الراشدين. هذا النوع الآخر لا يصلح أن يكون من أهل الرشاد، ولكن لابد أن يكون عنده جانب من الحزم في الدنيا، جانب ملك، فصلح لهم هذا الأمر وانقضى الأمر. فسيدنا الحسين يعلم أنه لا خلافة راشدة، فلم يطمع أصلا فيها، ولم ينافس أحد على شيء،
هو كل ما في الأمر أنه كان محل قلوب الناس، الناس كلها قلوبها مع سيدنا الحسين، وهذا يزعج الحاكم المستبد أن يكون هناك ناس متعلقة بواحد غير ملكهم، ولذا أراد أن يعلن بيعته له، وهيهات أن يتنازل سيدنا الحسين ويبايع ملك ظالم، لأن مبايعته معناه مشاركته على الظلم. ولكن غاية ما هنالك قال: لا أبايع ولا أعارض ولا أحارب، اتركني أعبد ربي مدة عمري. ولكن لم يتركه، وسلط عليه حاكم المدينة، فترك المدينة وذهب إلى مكة. سلط عليه حاكم مكة، وجاءه بعض الأنصار من الكوفة يقولون له: إيت عندنا ونحن نحميك، تعبد ربك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهو يعلم أنهم خازلوه، لأنه يعلم أن رسول الله أخبره وأخبر والده أن موت الحسين في كربلاء، هو يعلم ذلك. وكان يقول عندما جاءه سيدنا عبد الله بن عباس وقال: لماذا تخرج يا حسين وتترك بلدك وبلد جدك؟ قال: أخرج حتى لا أكون سببا لانتهاك حرمة المدينة، فهم يريدونني حيثما أنا، فإن مكثت في المدينة انتهكوا حرمتها، وإن مكثت في مكة انتهكوا حرمتها، وأنا أعلم أني ذاهب إلى نهايتي، أنا أعلم ذلك جيدا، ولكن لا مفر من قدر الله. فهم كانوا من الشجاعة الذين يواجهون بها قدر الله مع كمال الثبات والإيمان، فلا تظن أنه كان يجهل ذلك، بل كان يعلم. وعندما قابله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ومنعه من السفر إلى الكوفة، قال له: لأن ينتهك حرمة كبش في الحرم أشد عند الله من زوال الدنيا، فما بالك يريدون أن ينتهكوا حرمة ذرية النبي، فأنا لا أريد أن تنتهك حرمة ذرية النبي في بلد الله الحرام. فهو يعلم. وقبله الفرزدق في الطريق وقال له: ما حال أهل الكوفة؟ قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. قال: أعلم ذلك، فقد خزلوا أبي من قبل، ولكن لا مفر من قدر الله، ونحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فاختار أهون الاختيارات، وهي أن يموت فريدا هناك بدلا من أن تنتهك حرمة المدينة ومكة. وأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد شهداء أهل الجنة، هو وأخيه، فكان يعلم أنه سوف يموت شهيد. إذن تحرك سيدنا الحسين لم يكن بتحرك جاهل غافل، تحرك عالم إمام يفهم خطواته وماذا يريد. ثم هذا يدلك أيضا على هوان الدنيا عند الله. لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة لأعطاها لأحبابه، ولكن فطم أحبابه منها وأخذهم منها بهذه القسوة، حتى يعلمك مهانة الدنيا عند الله وهوانها عند الله. فهو في الظاهر قسوة وفي الحقيقة كرامة، فجعله رمز لمن لا يتنازل عن الحق، حتى يكون صورة لقول جده عندما كان في مكة وحيدا فريدا في بداية دعوته، وقال له عمه: إن قريش يقولون لك يا ابن أخي أعبد ربك كيفما شئت، ولكن لا تسفه أحلامهم ولا تدعو الناس لدينك. قال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا أن يظهره الله أهلك دونه. فهذا يدلك على أن موقف سيدنا الحسين كان يشبه موقف سيدنا رسول الله في هذه الحال. رسول الله ليس له أنصار، والحسين ليس له أنصار، ولكن لم يدعوه ذلك أن يتنازل عن الحق، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، لتفهم معنى الحديث الذي حار فيه الناس: حسين مني وأنا من، لأنه وقف موقف يشبه موقف جده، واختار ما اختاره جده، وضحى بنفسه من أجل الحق وللحق، فكان سيدا شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ومات صائما
لأنه يسن صيام يوم عاشوراء، مات صائما بين المغرب بين العصر والمغرب. وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذته سنة من النوم في لحظة من اللحظات التي كان محاصر فيها، جاءه رسول الله وقال: يا حسين، فطورك عندي. فبشره صلى الله عليه وآله وسلم وثبته. وهكذا هم آل البيت الكرام الذين كانوا يعلمون قدر الله فيرضون بقدر الله حتى قبل ظهور قدر الله. أما العباد المعتدين إذا علموا قدر الله ظنوا أنهم يفرون من قدر الله، فكان تصرفهم مخالف لمراد الله منهم. ولكن معرفة قدر الله قبل حدوثه لا يمنعهم من أن يسيروا مع قدر الله، لأنهم يعلموا أن قدر الله لا مهرب منه. ولكن يعلمك كيف تكون عبدا كاملا صالحا مع قدر الله، ولو كان في ظاهره قسوة، فتتحول القسوة إلى كمال الشرف والمجد والسؤدد. فمات شهيدا صائما حوله أبناء. موقف صعب رأته سيدتنا زينب ووقفته. سيدتنا زينب التي كانت حياتها سلسلة من المصاعب والملاحم رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي لم تعص الله، كانت عابدة قانتة صائمة، ولكن حياتها كانت سلسلة من المتاعب والمصائب. ماتت أمها وهي بنت 5 سنوات صغيرة، فتحملت مسؤولية البيت وهي بنت 5 سنوات. وحضرت موت أخيها سيدنا الحسن، وموت أبيها سيدنا العلي، وحضرت ونظرت إلى استشهاد أخيها الحسين أمام عيونها، ولكن لم تهتز قط، لم تهتز قط. والمرأة إذا ابتليت في أبيها أو زوجها أو أخيها ظنت أن الله يكرهها وأن الله، فتكره ربها وتترك صلاتها لكمال غفلتها. ولكن انظر إلى أهل البيت، جعلهم الله نموذج لأهل البلاء مع كمال العبادة والتوجه إلى الله وهم في كمال البلاء، حتى تعلم أن البلاء ليس علامة كراهية الله لك، حتى تعلم أنه قد يبتليك ليرفعك وقد يبتليك ليجتبيك. فجعلهم نموذج لنا نعود إليهم ونتذكر أحوالهم حتى يثبت إيماننا وتوجهنا إلى الله مع قسوة القضاء أحيانا والقدر في أحيان كثيرة، حتى تكون في كمال التوجه. فلله درهم، عاشوا مؤمنين صالحين أئمة مقبلين على الله مع كثرة الابتلاءات، لم يثنيهم ذلك عن أن يكونوا أئمة ومناصرين للحق غير مستسلمين في لحظة من لحظات حياته. حتى أن سيدنا الحسين عندما جاء الظهر في اليوم الذي قتل فيه، جاء أذان الظهر فأشار إليهم أن كفوا عن القتال حتى نصلي الظهر، فصلى الظهر إماما بجيشيه، الجيش الذي معه والجيش الذي يقاتله. شيء عجيب، تصرفات لا تتصورها، وهو يعلم أنه مقتول مقتول، صلى بهم إماما، وهم يصلون يقولون: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، ثم يقتلوا آل سيدنا محمد بعد الصلاة. حتى تنظر كيف أن الدنيا إذا دخلت قلب الإنسان أعمته. هؤلاء دخلت الدنيا لأن يزيد اشترى هؤلاء الذين يريدون أن يحموا سيدنا الحسين، اشتراهم بالمال وبعث إليهم الرشاوي، كما فعل الجيش الأمريكي أيضا بشراء قواد الجيش العراقي، فاستسلمت بغداد في لحظات، اشتروهم بملايين الدولارات. كذلك اشترى يزيد هؤلاء الأنصار بالأموال والمناصب قبل أن يصل سيدنا الحسين، فلما وصل سيدنا الحسين تمت الرشوة وتمت المؤامرة، فالكل تنازل عنه وتركه من أجل دنيا، من أجل مال، حتى تكره الدنيا ولا تمكنها من قلبك. فهؤلاء كانت الدنيا بالرغم أنها في لأنها تمكنت في قلبهم، كانوا يقتلون الحسين ويبكون بأعينهم، يفعلون غير مرادهم. لماذا؟ لأنهم باعوا آخرتهم بدنياهم.
فإياك أن تدخل الدنيا إلى قلبك، إياك إياك، تجعلك تفعل الكبائر وأنت لا تريد أن تفعل، تقبل على المعصية الكبيرة وأنت لا تريد أن تفعلها. لماذا؟ لتمكن الدنيا من القلب يجعل الشيطان له عرش في قلبك يقودك، صار الذي يقودك شيطانك وشهوتك. فهؤلاء الذين صلوا خلف سيدنا الحسين الظهر هم الذين قتلوه عند العصر وبعد العصر، هؤلاء أنفسهم الذين صلوا خلفه إماما. بعد صلاة الظهر بكى سيدنا الحسين، فقالت له سيدتنا زينب: أتجزع يا حسين؟ قال: أخوك لا يجزع من الموت، ولكن كشف لي أن هؤلاء قاتلي وأنهم يدخلون النار بسببي، فحزنت على دخول مسلم النار لأجلي. هكذا كانت الرحمة في قلوبه، هم لا يأبهون، لا ينظرون للدنيا، يعلمون أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهذه هي العبرة، أن تتعامل مع الدنيا وتجعلها خلفك وتأخذ منها كما تأخذ الدواء فقط، لا تكثر منها، لأنها إذا أكثرت منها صارت سما وليست دواء، فهي الداء وهي الدواء هذه الدنيا، إن أخذتها كما يحب الله ورسوله كانت لك دواء، وأخذها كما يحب الله ورسوله أن تأخذ منها الحلال بالحلال بقدر الحاجة ولا تطمع في الزيادة، فإن زادك أنفقه، هكذا الدنيا. أما إن أخذتها بشغف وبطمع لو حيزت لك الدنيا لا تشبع، وكان كمن يأكل ولا يشبع. فالذين وقفوا ضد سيدنا الحسين أخذوا من الدنيا ولا يشبعون، فقتلوا الحق وهم يعلمون أنه الحق. والذين باعوا الدنيا وقفوا مع سيدنا الحسين فماتوا شهداء رجال، ولم يكن بينهم وبين الجنة إلا خروج أرواحهم من أجسادهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا. فلم يكن ينافس على ملك، حتى يقول الوهابية كما يقولون في كتبهم إلى يومنا هذا أنه خرج على الحاكم، وأن الخارج على الحاكم حكمه القتل، هو لم يخرج على الحاكم، هو خرج ليعبد ربه في مكان آمن ولا يقر حاكم ظالم، ولم يخرج ليقاتل على سلطة ولم يطلب السلطة، ولو جاءته لرفضها، لأنه هو يرفض الملك العضود، لا يريد أن يكون ملكا. فالحمد لله الذي فطم آل بيت النبي من هذه الدنيا الغرورة التي هي ملعب الشيطان، والتي هي محل نظر شهوة القلب والغافلين من عباد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات في الأمر، وأن يرزقنا العزيمة على الرشد، وأن يعلمنا وينفعنا، وأن يرزقنا حب آل البيت الكرام وحسن الظن بهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، غدا يبدأ عام دراسي جديد، على كل ولي أمر لتلميذ أن يعلمه أن ذهابه للمدرسة عبادة، لأن طلب العلم عبادة، وليس للحصول على الشهادة أو الحصول على منصب. يذاكر الطالب في الثانوية العامة كل هدف الحصول على منصب عن طريق كلية من كليات القمة، هذا كل هدف دنيا. حولوا نية أبنائكم إلى العبادة في طلب العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على طلب العلم، فهو عبادة من العبادات. اطلبوا العلم ولو في الصين، طلب العلم فريضة على كل مسلم
وفي رواية ومسلم فريضة، انظر فريضة ولم يكن مستحب. فطلب العلم فريضة، فرض، فأنت تؤدي فرض. ولذا يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن طالب العلم إذا مات في طريقه لطلب العلم أخذ أجر شهيد. هذا كله يحسن نية أبنائنا لطلب العلم فيأخذونه بشغف ويشعرون أنهم يتقربون إلى الله بالذهاب إلى المدرسة والاستيقاظ مبكرا ومخالفة النفس، فقد يستيقظ ويريد أن ينام وبالرغم من ذلك يخالف نفسه ويخرج حتى يتعلم أن يستيقظ لصلاة الفجر وهو يريد أن ينام، حتى يتعلم أن يخالف نفسه لطاعة مولاه. طلب العلم ليس لطلب الدنيا، من طلب العلم للدنيا كان حجابا له لا يوصله إلى الله، والدنيا غرورة حتى لو أخذتها لا تبقى، فاطلب الباقي ولا تطلب الفاني. ارفع همة أولادك وأبنائك في طلب العلم، وليعلم المعلمين والمدرسين أنهم يقومون بمهنة الأنبياء والرسل فيؤدونها على الوجه الأكمل ويكون قدوة طيبة، فلا يكون مدرس يدخن مثلا أمام تلاميذه في الفصل، لأنه هو هذا بهذه الصورة يكون قدوة سيئة لأبنائه ويسأله الله، لأنه يعلمهم مساوئ الأخلاق. وعليه أن يعلمهم بالرحمة وبالشفقة وأن يحثهم على مكارم الأخلاق. والإنسان الذي يحترم مهنته ويؤديها على الوجه الأكمل يصير محترما، والمدرس لم يصير في نظر الناس صورته مهزوزة غير محترمة إلا لأن كثير من المدرسين فعلوا من الأفعال التي تقلل احترامهم في نظر تلاميذهم. ولذا وجب على الإنسان أن يحترم وظيفته وأن يقوم بها على الوجه الأكمل. فأنت بالنسبة لأبنائك في الفصل تأثيرك أكثر من تأثير أبوهم في بيته، فعليك أن تكون قدوة حسنة محافظا على صلاتك، مؤديا وظيفتك، لا يخرج منك العيب أثناء الكلام ولا يخرج منك التصرف القبيح أثناء الكلام، لأن هذا كله ينطبع في ذهن الأبناء فيكررونه بعد ذلك فيما بينهم. فعلى المدرس أن يعبد ربه بوظيفته، وعلى الطالب أن يعبد ربه بطلب العلم، وعلى الوالد والأم أن تعبد ربها برعاية هؤلاء الذين يطلبون العلم بإعداد الطعام لهم وبتوفير المناخ الملائم، فيقل الشقاق بين الزوج وزوجته أمام أبنائه حتى لا يتشوشون وحتى لا يكتسبون الأخلاق الذميمة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلينا أن نرعى أبناءنا فهم ثمرة فؤادنا وقرة أعيننا، فإذا خابوا فالخيبة ليست فيهم، الخيبة فينا نحن الذين لم ندفعهم إلى النجاح، فعلينا أن نكون سببا لدفعهم إلى النجاح في الدنيا وفي الآخرة. فالحصول على الدرجات ليس هو كل هو المراد، ولكن الحصول على النية الصالحة وحسن الأخلاق، فلابد أن يكون هناك تعليم مع تربية وأدب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما دراسيا ميسرا سهلا على أبنائنا وعلى أولياء الأمور، وأن يعينهم على مصاريف أبنائهم، وأن يرخص الأسعار على الناس، وأن ييسر لنا الحياة، وأن ييسر لنا الممات، وأن ييسر لنا ما بعد ذلك إلى أن نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل حال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا بوسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم جنبنا العسرة ويسرنا لليسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقربائنا، وبارك لنا في آل بيت نبينا وعلمائنا ومشيخنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.
اللهم إنا نسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا، نسألك صحة إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وردنا بما قسمت لنا، واغننا بما قسمت لنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واختم بالصالحات أعمالنا، واحفظنا في أنفسنا وذرياتنا إلى يوم الدين من كل بلاء وفتنة يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.